جدة والبالي لا تفرط أمي رشيدة. السلام ورحمة الله وبركاته، كديرين شخباركم؟ السلام عليكم المشاهدين، كديرين شخباركم؟ حواش مبروكة، الصحة والراحة إن شاء الله يا ربي، وطولة العمر داخل المغرب وخارج المغرب، جميع الحباب كاملين ومرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله يا ربي. غنشارك معكم واحد وصفة ديال خبيزات ديال بوشيار. بوشيار؟ ها بوشيار بالعجينة ديال الشفنج. العجينة ديال الشفنج؟ العجينة ديال الشفنج إن شاء الله يا ربي. غنوريكم كيفاش غندير ليها، لأن هادشي كلشي كيتحتاج إن شاء الله في رمضان. دابا غنبدا معاكم داكشي ديال الملاوي وداكشي ديال الخبيزات معمرين وداكشي اللي كنديرو كله في رمضان إن شاء الله يا ربي. غادي نبدا معاكم في هاد الأول ديال الشهر إن شاء الله حتى رمضان إن شاء الله، وغتشوفوا لنا هادشي هذا هو اللي كنخدمو به إن شاء الله. دابا غادي نوريكم كيفاش كنستعملو، ولكن الطريقة ديالنا ديال القديم. شنو غتحتاجي في هاد الوشيات؟ كاين الطحين، ها هو الفورص، كنديرو ديال الحلوى، كنخدمو ديال الحلوى. ديال الحلوى كاينة بنتي هنايا خميرة، كاينة مليحة، كاين السنيدة، كاين شويه ديال الخل، لان العجينه ديال الشفنج الطريقه ديال الشفنج. ديال الشفنج؟ اه الطريقه ديال الشفنج والماء سخون، حيت الحال بارد الماء دافي مازال في الصاد وداكشي، واخا ديري الماء بارد، اما دابا السبيطار كاين البرد الحال بارد كنديرو الماء سخون. بسم الله توكلنا على الله. دابا غادي نبداو الطريقه ديال العجينه ديال بسم الله توكلنا على الله. الخميرة نديرو شوية ديال الملحة، نديرو هنايا في الجناب، وشوية د الماء بعدا باش تذوب لينا الخميرة ديالنا. جدو ندير شويه ديال السنيده، كندير شويه ديال الخل، شويه ديال الخل تقريبا معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الخل. ها هي راه ما درتش بزاف، معلقه صغيره ديال الخل. بسم الله توكلنا على الله. وكنبقاو الطريقه، كنبداو الطريقه ديال العجينه ديالنا. ما كنجريوش في الديبار في البلاصه، كنبقاو غاديين غير بشويه بشويه حتى كتطلع لينا العجينه ديالنا بحال الشكل ديال العجينه ديال الشفنج اللي درت ديك المره الشفنج. انا درت على القياس باش نوريكم انا ما كثرتش. حنا سمحوا لنا على راه حيت كنساو في المحل ديال الخدمه وحدايا المارشي كتسمع الهضره وداكشي، سمحوا لنا بزاف. نمشيو معاها بشوي بشوي تنجمعوها، غنطلعوها شويه شويه قاصح، ما نطلعوهاش خفيفه باش تدلك، حيت الا طلعناها شويه خفيفه من الاول ما كتدلكش مزيان، ما كيطلعش داك الدليك ديالها. كل ما انتي كتدلكي وعاد كتزيدي الماء شويه بنات، كنجمعها عاد كنطلع عاد الكورش. واش داك الصاد ليك دابا كنعطيوها ليك مزيانه بنيتي هكا، شتي طلعناها قاصحه ودلكناها، شوفي كي ولات هكا شتي طلعت قاصحه باش تدلكت، كيمكن ليك مزيان كنت لك بزاف. ودابا ملي كنبداو نرشو باش نطلع شتي
هانتي دابا شتي كندلوكا مزيان، دابا ندلوكا مزيان، دابا غنبداو بالطين. دابا غادي نبداو نرشو، ندخلوها في هاد الماء بحال هاكا، ونمشيو معاها بشويش. غنطلعوها مزيان، غنبقاو عليها هكا تطلع، ديك الساعة ملي غتطلع أنا نوريكم كيفاش غنديرو ليها تاني إن شاء الله يربي. هيا دابا طلعت العجينة ديالها، هيا نجمعوها بحال هكا، نخلوها في الوسط وغنغطيوها تتخمر. دابا تتخمر هادشي دابا هانت العجينة ديال الشفنج، ها كتولي دير ديك الوقاع عاد تريتيو منها، ضروري دهنو يديكم حيت لما دهنتيش يديك كتلصق. دابا غادي نخليها هانت كدير ديك الوقاع هادشي اللي كتكون مدلوكة، دابا غادي نغطيها تخليها تتخمر. بعد ما تخمر عند الميكا ديالها غندهنها بشويه الزيت بحال هكا باش ما تلصقش فيها الميكا، غادي نغطيها بالميكا ديال العجينه وغنخليها حتى تخمر، وغادي نزيد نخبزها، وديك الساعه غادي تشاركوا معايا ان شاء الله في الخبز وتشوفوا كيفاش كندير البوشير. التفاصيل دابا مي رشيده خمرات ديك العجينه. دابا خمرات لينا العجينه ديالنا، غادي نحطوها هنا جبدات. دابا ندهنو يدانا بشوية الزيت، بسم الله باش تجمع. ضروري كنديرو بحال هكا باش نديرو نحطوها في نديرو عندنا الصينية هانتي بنتي على حسب لو على حسب القياس اللي غيدير، اللي ما بحال دابا اللي ما قدرش يديرها كبيرة صابوها صغيرة باش تهز ليهم. نرصوها بحال هكا، هو المشكل ديالنا. متخافوش منه واخا دير بحال هكا في الصين، ملي كيتحط في المقلة كي لأنها مطلوقة يعني مطلوقة غيلعبو بها في يديهم. كيما درتيها حيت مدلوكة بزاف، دابا نخليوها حتى تطلع تطلع مزيان البقع ديالها. هادي يمكن لينا نقلبو، حنا دابا ما غنقلبوهاش، دابا دابا هي كتطلع. سمعتينا بنتي؟ دابا كتطلع تطلع مزيان وتشد راسها لتحت، هادي ماشي بحال المسمن كتقلب دغيا ولا بحال البطبوط الخامر، لا العادي.
كتنفخ عاد خاصها تدير لينا هاد الوقات في الجناب وفوق طلع كلها تتبوخ دير كل الفاخات طلع كلها كدير ديك الوقات كتشد راسها مزيان عاد نقلبوها دابا غنقلبوها شتي اللون ديالها كيجي خفيف بحال دابا هذا كيتعمل في الفطور يتعمل في السحور كيجي خفيف ما مهاش زيت بزاف طابت هانت ها الجهات ديالها الاخرى كيفاش دايره ديالها غنديرو الاخرى نرشو هكا المقلة شوية وما نرقوش بزاف ملي كنحطوه في المقلة عاد كنقادو غير قادوه ما نضربوش عليه غنقادو باش ما يجيناش خاصه باش يجي من فوق ها باش تنفخ كيف ما دابا عاد نقلبو كتجي الذهبة زوين كيفاش كيجي دابا بحال دابا ما حد المقله كطاع هو كيطلع مزيان هي وجدات ها انت كي كتجي بحال هكي نوري المشاهدين شي كي كتجي بحال الشفلش رشيدة نعم بنتي وشيار ديالنا وجد لا هو واجد دابا بنتي حنا كملنا وشيار ديالنا هو غزال بالصحة والراحة للجميع هانتوما بوشيار هو بوشيار غزال هانت هذه هي الطريقة ديال البوشيرة الصحة والراحة للجميع أنت بنتي وخارج المغرب الصحة والراحة للجميع إن شاء الله يا ربي تمنيتو إن شاء الله يديروه ويجربوه وردوا على الأخبار على أمي رشيدة وعواشر مبروكة رمضان سعيد